قرية العزية مشهورة بالحواوشي لأن احنا أصلا الحاجة دي يعني ايه شغالين فيها من ما يقرب مثلا عن 17 أو 18 سنة. الفرن بيعمل عجينة مش عيش، لا بتعمل عجينة وبتتسوى كحواوشي. بيفرم اللحمة، بتحط عليها البصل والبهارات وبتجيبها ايه؟ وايه؟ وتيجي على الفرن أو تيجي عليا. بنعلم علامات على وش العجينة يا إما بفضية مع حضرتك نص جنيه أو أنا من عندي نص جنيه أو جنيه. ده إيه حواوشي في عيش بلدي طورناه في الفرن اللافرنجي وبس إيه في عيش زيت. واحد جايب جبنة رومي عايز يزودها على الحواوشي، جبنة موزاريلا مثلا زيادات يدي طعم أحلى كمان. أكترية الناس عندنا في العزية بياكلوا الحاجة دي يوم الاثنين السمك ويوم الأربع على الحواوشي ويوم الخميس أساسي لازم نكون نعمل محشي. بقى في الأفراح والعقايق بدل ما الناس مثلا إيه ممكن تجيب شيف أو تطبخ بقى سهل موضوع الحواوشي وأفضل وأحسن ونظافة والناس كلها بقت متعودة عليه. الفكرة الحواوشي النهاردة دي بتشغل القرية كلها، محلات البقالة بتشتغل، الكافيتريات بتشتغل، فبيبقى مظبط ترابيزاته وقعدته على ايه؟ على الاساس ده. والسكينه موجوده تحط على الحوش وتاكل، وبعد ما تخلص اكل بتطلب الايه؟ المشروب بقى اللي انت عايزه على البحر وجو حلو.